حول زكي حسين راضي بيته المتواضع في محافظة البصرة إلى متحف صغير يوثق تاريخ العراق وثقافته. التحف القديمة والمشغولات الفضية والنحاسية ملأت أرجاء الدار حتى كاد يصعب على الزوار التجول فيه. وتضم مقتنيات راضي أيضاً مجموعة من قدور الماء المصنوعة من النحاس الأصفر ترجع إلى عهد الملك فيصل، وأسلحة أثرية وخناجر من عصر الإمبراطورية العثمانية، ومسدسات استخدمت في الثورة على الاحتلال البريطاني للعراق في عشرينيات القرن الماضي. هاي الحاجيات والمقتنيات إذا أنا ما أحافظ عليهن وذاك ما يحافظ عليهن، هذا التراث راح يندثر. زين، فلذلك يعني شوف يعني هذا مبالغ فلوسهن، احنا نضحي بهذا الشيء في سبيل هذا التراث مال العراق لا يروح. ورث راضي بعض القطع من مجموعته عن أبيه وحرص على المحافظة عليها، ويتردد اليوم بصفة منتظمة على متاجر التحف والعاديات القديمة بحثا عن قطع يضمها إلى مجموعات مقتنياته. أنا وين ما يذكروا لي حاجة زينة أو حاجة يعني لو بآخر محافظات العراق اللي هي الحاجة اللي أنا أريدها مشتهي، بس يعني أمتلك هاي الحاجة أروح أتعنالها وأجيبها. يأمل راضي في أن يتمكن من المواصلة في إثراء مجموعته، علها تعرض يوماً في أحد المتاحف الكبيرة.